السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي بيحصل في مصر في موضوع الطرق ده الحقيقة حاجة لازم كلنا نبقى فخورين بيها. طبعا في حاجة معروفة كده عند البشر عموما ان هو دايما يقول لك what's in it for me، يعني انا استفدت ايه، انا خدت ايه من الموضوع، انا ما بعديش من الطريق ده. بتعدي من الطريق او مش بتعدي من الطريق ان انت تبص تلاقي ان البلد كلها بدل ما كنا وصلنا لحالة الجراج المتحرك اللي كنا فيه، ان الدنيا ابتدت تتفتح، ابتدت الشوارع تبقى آدمية في التعامل معاها، انك انت يبقى عندك بديل بدل ما تمشي من السكة دي تمشي من السكة التانية. ده كله بدايات قوية جدا. الناس بتبص لنا بره بانبهار شديد جدا. نقلة نوعية كبيرة حصلت عندنا في حالة الطرق، من طرق متردية كانت مخليانا ترتبنا في آخر البلاد بقى ترتبنا النهاردة مع البلاد المتقدمة. ازاي ده بيحصل وايه اللي هيحصل؟ ده اللي هنحاول نتعرف عليه مع ضيفي الكريم سيادة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك وبالسادة المشاهدين. اهلا بيك. خليني ابدأ مع حضرتك كده واقول ان القفزة اللي حصلت في الطرق وترتبنا عالميا، هل ده عشان مجموعة الطرق اللي تمت؟ امال لو كملنا كل اللي احنا عايزين نعمله هنقفز نبقى فين؟ كانت بدايتنا في 2014 كانت حالة الطرق في مصر طبعا حالة متردية زي ما حضرتك قلت. صحيح. وكان اتخذ قرار ان احنا نبدأ بالشبكة القومية للطرق. واتخططت فعلا الشبكة القومية للطرق ونفذنا منها دلوقتي يمكن وصلنا يمكن اكتر من 85% من حجم الشبكة القومية، ودي رفعتنا في ترتيبنا من المركز 118 ل 28، 90 مركز. ومش احنا اللي قلنا كده. ده تقرير التنافسية هو اللي قال الكلام ده. ومعروف بره مصر كمان قد ما فيش دولة كمان حصل فيها اللي حصل ده في مجال الطرق في الفترة الزمنية دي، وحجم الطرق اللي زاد من 23000 كيلو ل 30000 كيلو، من 23.5 ل 30500 كيلو. رقم مهول وكبير جدا، واستثمارات كبيره جدا في الموضوع ده، وكان بدايته فعلا في 2014، وكان بناء على رؤيه الدوله، ما كانتش بناء على 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 افتراضات، لا 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 اطلاقا. كانت رؤيه شامله باشتراك كل اجهزه الدوله، واتحط مخطط عام للطرق في مصر، ازاي هنطور وهننشئ طرق جديده او نطور طرق قائمه. وده اللي خلى مصر الحقيقه يعني تتقدم في هذا الموضوع، وبقى عندها بنيه تحتيه في مجال النقل، بنيه قويه جدا ومستمره، هي ما خلصتش لسه مستمره. يعني متهيألي زمان كان عندنا يتقال لك والله مخصصات وزاره النقل ال 10 قروش دولت اعملوا بيهم طرق. دي حقيقه. فانتوا تصرفوا اموركم وتروحوا تعملوا الطرق يعني على قد الفلوس اللي معاكم، هنعمل الشويه دول. المره دي احنا هنعمل دول وعايزين كام ولا ايه؟ لا ده احنا معديين ال 400 مليار في العشر سنين، يعني من 2014 ل 2024 معديين ال 400 مليار جنيه استثمارات في الطرق، وده رقم مهول عمرها ما حصلت. وده برضو يعني ناتج ان هو الدوله حاسه بقد ايه اهميه الطرق. هو النهارده هو اللي بيجي يستخدم الطريق ده او المستثمر هو بيدور على ايه؟ بيدور على بنيه تحتيه. هينقل منتجه ازاي؟ هيوديه هينقله ازاي من المينا؟ وفي وقت قد ايه؟ ما كل دي يعني ليها عائد اقتصادي بالنسبه له. يعني لو اتكلمنا على المشروع القومي للطرق، عملنا مشروعات عملاقه كبيره قوي، يعني زي الجلاله وزي اسيوط الغربي الصعيد اللي هو هيبقى جزء من طريق القاهره كيب تاون، طريق الضبعه اللي هو وصل لغايه النهارده. الرئيس كان بيتكلم وبيتكلم على ان الطرق اللي بتتبني ووسائل النقل عموما اللي بتتعمل عشان تربط مصر بالبلاد اللي حواليها دي نقله نوعيه لمنطقه فقيره جدا في التواصل بينها وبين بعض. بمناسبه حضرتك قلت القاهره كيب تاون. اكيد. هو ده هو 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 شبكه الطرق لما تتكامل مع الدول. هو ده بجد هيحصل يعني القاهره كيب تاون ده؟ احنا فعلا بننفذ الجزء اللي داخل مصر، وان شاء الله هيكمل اللي عندنا هنعمله. طبعا بقيه الدول جاده برضو في التعامل. هم ان شاء الله باذن الله هيكمل وبقيه الدول في يعني في اتجاه انها تنفذ، كل دوله تنفذ الجزء بتاعها لغايه اما فعلا هيكمل.
لانه هيبقى محور مهم جدا. هينقل الحركه، هينقل الحركه، هيبقى في حركه تجاره كبيره جدا ما بين الدول دي وبعضها. احنا مش عارفين نتواصل مع بعض في افريقيا عشان ما فيش نقل بري. احنا حاليا حتى يعني دلوقتي في كلام ان احنا بندرس برضو طريق ما بيننا وما بين تشاد من الحدود الجنوبيه عبر ليبيا، هيكون عبر ليبيا كل والطريق الساحلي اللي هو احنا برضو بصدد ان احنا هنفعل يعني او هنطور منفذ السلوم البري، او بيتطور حاليا منفذ السلوم البري، بيتعمل برضو محطوط له طريق بديل لطريق هضبة السلوم بحيث ان يبقى فيه حركة النقل البضائع ما بيننا وما بين ليبيا. يا رب تهدى الامور يعني في ليبيا يا رب. ان شاء الله باذن الله. فده كده بقى يعني ممكن نعمل زي ما الجماعة الاوروبيين بيعملوا، الواحد يركب عربية وياخد بعضه ويوصل المغرب من اسكندريه يعني. ده امل احنا ممكن جيلنا يشوفه ولا ده للاجيال القادمه؟ والله نتمنى ان جيلنا يشوفه ان شاء الله. يعني المخطط ايه؟ ان الكلام ده يحصل في وقت قريب يعني؟ هو فعلا في رؤيه ان هو يحصل فعلا، دي حقيقه. وان شاء الله الامور تبقى يعني تهدى وتمشي في مسارها وهيحصل. ايه المانع انه ما يحصلش؟ طب سيد لواء، عاده الواحد بيبتدي بالخط العريض وبعد كده يبتدي يدخل للفرعي ثم الفرعي ثم الفرعي، وانا عارف انكم دلوقتي ابتديتوا توصلوا لجوه المحافظات وبتدخلوا داخل يعني خلاص ابتديتوا تدخلوا جوه، لان الناس كانت بتقعد تقول لك انتوا بتعملوا طرق، احنا مالنا ومال الطرق دي، مع ان زي ما حضرتك تفضلت وقلت هي ده اللي هتنقل فيها البضاعه، هي دي اللي هيحصل فيها الاستثمار، هي دي اللي هتعمل الشغل. لكن الواحد لما بيبتدي يلاقي ان الشارع اللي هو بيمشي منه اتطور فبيبتدي كده عينيه تزغل يقول اه والله كده. فدخولنا بقى للمحافظات ايه اللي بيتم؟ هو احنا زي ما حضرتك اشرت كده ان هو احنا بدانا بالشبكه القوميه للطرق والطرق الرئيسيه برضو اللي ما بين المحافظات والمراكز، بالفعل احنا اشتغلنا في جزء منها وبنكمل برضو الجزء الثاني ده، بالاضافه للطرق الداخليه بتاعه المحافظات. الطرق الرئيسيه اللي هي ما بين المحافظات وبعضها دي طبعا احنا اشتغلنا جزء منها، دي مسؤوليتكم الاساسيه، دي مسؤوليتنا ودي احنا فعلا شغالين فيها، وفي مجموعه من المشروعات يعني ومن ضمنها الدايره على فكره، من ضمن الطرق دي برضو يعني. ده الدايره ده والنبي خليهولي لوحده كده عشان اكلمك فيه. هنجيله لوحده. ومثلا طريق اللي هو بنها المنصوره، دسوق كفر الشيخ، القناطر، الباجور، كل دي طرق ما بين المحافظات يعني احنا شغالين فيها وشغالين فيها كويس. نيجي بقى للطرق الداخليه بتاعت المحافظات، حصل السنه اللي فاتت بروتوكول مع وزاره التنميه المحليه وبتوجيهات من سياده الرئيس طبعا ان احنا هنبدا كهيئه طرق نتولى قصه اعمال الطرق داخل المحافظات. سواء بالطرح من عندنا او بالاشراف مع المحافظات على الطرق الداخليه. والحقيقه كان في دراسه معموله ان التكلفه حوالي 37 مليار عشان نقدر نقوم بالطرق الداخليه اللي على مستوى محافظات مصر. سياده الرئيس صدق في الاول ب 10 مليار، اخذنا منهم 2 مليار في الاول، ودي الخطه اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، بالاضافه لل 5.7 مليار اللي نزلت في خطه السنه دي. ال 2 مليار اخذناهم طبقا لاولويات، يعني احنا اخترنا 12 محافظه الاكثر احتياجا من وجهه نظرنا ومن وجهه نظر التنميه المحليه، الاكثر احتياجا ل ان احنا لتطوير الطرق فيها. وده مش نهايه المطاف، لان الناس كانت متخوفه بتقول ان هم يعني ان انتوا اخذتوا ال 2 مليار دول لل 12 محافظه وما فيش كماله. لا ده لسه ده احنا بنقول يا هادي لسه في الاول. لسه فيها شغل كتير جدا. وفي نقطة برضو مهمة الأيام اللي فاتت دي حصلت، مشروع تطوير القرى اللي هو اللي الدولة بتشرف حياة كريمة، احنا دلوقتي حاليا بدأنا نحط أولوياتنا في ربط القرى ببعضها مع ربطها بالمركز. ده مهم قوي، بحيث ان المشروع كله يطلع متكامل. اذا كان كده تبقى القرية اتطورت من كل البنية التحتية بتاعتها، وفي نفس الوقت اتربطت القرية بالمركز بتاعها والمركز بعاصمة المحافظة. ده الناس كانت بتتكلم تقول في أبسط الحاجات، الدكتور مش عارف يجي كل يوم للوحدة الصحية، فطبعا لما يبقى في طريق فتبقى عليه مواصلة آدمية فهيجي كل وقت. وحتى عايز أقول لحضرتك يعني زمن الرحلة صحيح بيفرق كتير على الدولة كعائد للدولة. هو النهاردة اللي كان بياخد ساعة في مشوار بقى بياخد في نص ساعة، ده وقود ووقت بفلوس يعني وأعصاب ناسه
كل حاجه احساسهم انك انت حياتهم تبقى احسن، ده في حد ذاته بيدي امل أكيد. في بكره اكيد. طب هنا ده بيخليني دايما اخد السؤال، دايما انتم متهمين باللي انتم مسؤوليتكم واللي مش مسؤوليتكم، وزاره النقل وزاره النقل وزاره النقل، سواء كان حاره في شارع في قريه او في مدينه، فهنا احنا اللي عارف عارف ان دي محليات، او لو اتوبيس نقل عام عمل مشكله فبرضه هتبقى وزاره النقل. دايما وزاره النقل متشافه ان هي اللي مسؤوله عن اي حاجه بتتحرك في مصر. والله هو لا، هنتحمل هذه المسؤوليه واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نكون قدها، واحنا ما خلصناش لسه 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 في شغل كتير، واحنا مش اللي حصل ده طفره كبيره، واللي حضراتكم هتشوفوه برضو السنين الجايه ان شاء الله هيبقى طفره اكبر واكبر. طيب واحنا بنتفرج برضو، مش هتكلم على الدايري بس هديه بس كمثال، انا هخلي الدايري ده عايز اخلي له حلقه لوحده. واحنا شايفين التطوير اللي بيحصل في الدايري والتوسعه، فشايفين مرافق بتتشال. معالي الوزير الفريق كامل كان بيتكلم معانا، بيتكلم على المرافق اللي ده بيتنزع ملكيته وده اللي بيتعمل ايه وده اللي بيتعمل ايه عشان خاطر نقدر نوسع. في طرق المحافظات المشكله ممكن تكون اكبر كمان، لانها طرق هي صغيره وفي رياح من هنا وفي زحف سكني حصل من هنا وفي ده. تعملوا ازاي مع اقول لحضرتك الشبكه العنكبوتيه دي؟ لا اقول لحضرتك، والحقيقه في تعاون كبير قوي ما بيننا وما بين الساده المحافظين الحقيقه. يعني هو الـ 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 لما بنخش نطور في طريق تبع محليات او تبع محافظه، بيبقى في الاساس بنبقى مشتركين مع المحافظه ومع الاجهزه بتاعتها. لو في حاجه متعارضه معانا، الحقيقه الانشاد اللي ان هم بيتعاونوا معانا تعاون كامل في نقل المرافق بتاعتهم من تطوير الطرق اللي احنا بنخش نشتغل فيها. دي جزء منها بقى بتاع اهالي، وجزء منها واحد يروح جاي، كلها بتتحل يا صحيح، بتبقى بتكلفه ضارب جامع في النص عشان خاطر ما تقدرش تيجوا ناحيته، تقدروش تيجوا ناحيته. لا هو لا بنيجي يعني بغضب، اصلا مش هنيجي عند الجامع ونقوم ضايقين الطريق ونعمل كده. لو يعني امكن هتقدر، لكن لو قدرنا ما بتقدرش. لكن في الحقيقه الساده المحافظين بيتعاونوا معانا في هذا الموضوع وبيذللوا لنا المصاعب اللي داخل المحافظات. لكن لو حاجه الطريق رئيسي عندي، لا انا بتصرف فيها وبكمل الشغل وبكمل الطريق. طيب النيل جزء اساسي من حياتنا كمصريين، فبالتالي التعامل مع النيل طولا وعرضا موضوع مهم جدا، وعبور النيل. واعتقد احنا برضو في انجاز غير مسبوق حصل في المحاور اللي بتتخطى النيل. يعني احكي لنا كده حضرتك ايه اللي حصل لغايه دلوقتي. بص حضرتك، موضوع محاور النيل دي يعني عايز اقول عليها حدوته مصريه يعني. صحيح. يعني لانها مش كباري، هي محاور. هو سنة 2014 برضو كان في 38 يعني نقدر نقول كوبري، كوبري مش محور، مش شرط كباري على النيل. مفهوم الكباري اتغير او المفهوم ده غير. ما احنا ما كناش بنسمع كلمة غير كلمة كوبري، عمرنا ما سمعنا كلمة محور غير بعد كده. بالظبط كده. خططنا ان احنا ننفذ 22 محور على النيل. محور بمعنى ان هو يربط شرق بغرب، كل المحاور الطولية شرق النيل بالمحاور الطولية غرب النيل. وجت توجيهات ان احنا نقلل المسافه البينيه اللي ما بين المحاور اللي على النيل اللي توصل لحوالي 25 كيلو بدل ما كانت بتوصل احيانا 100 كيلو، ودي صح. حقيقه فعلا صح. وده كان مكتر بقى موضوع العبور بالمعديات والوسائل الغير امنه في احيان كتير، وكان بيحصل بالظبط، وكان بيحصل حوادث كتير في هذا الموضوع. خططنا نعمل 22 محور من سنة 2014، خلصوا فعلا 11، انتهى 11، وفي 7 شغالين حاليا، وفي 4 بصدد ان هم يبداوا يمكن الايام اللي جايه دي ان شاء الله باذن الله. المحور بيربط خصوصا في صعيد مصر، عشان بس برضو اخواتنا في الصعيد كان في يعني اهتمام شديد قوي بالمحاور دي. بيربط بقى يعني الطريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي بالزراعي الشرقي، عبورا بنهر النيل للزراعي الغربي للصحراوي الشرقي. فالنهارده زمن الرحله بقى فما فيش، بنعمل النهارده المحور بيبقى طوله 26 كيلو او 27 كيلو، محور زي محور صملوط مثلا بحجم اعمال صناعيه مهول، عشان برضو اخواتنا في القرى والنجوع يقدروا يعدوا من خلال المحور ده بشكل سلس.
يعني في مثلا محور صمالوط ده في حوالي 47 عمل صناعي في ال 26 كيلو. يعني ايه عمل صناعي؟ ما بين كوبري ونفق بنعدي الترع او الطرق الصرفانيه. 47 عمل صناعي في ال 26 كيلو. فالكوبري ده واحد ده والنفق ده واحد بالظبط. تمام. حجم عمل مهول، حجم عمل انا تخيلت في 47 عمل صناعي ففي 47 عمود مثلا. لا 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 لا, لا, لا انا بتكلم عن حلو بقى كوبري او نفق ده واحد. بالظبط ده واحد اللي بيعدي الطريق او بيعدي مدى عرضي عشان نسهل الحركه على الناس ان هي تعدي من خلال المحور، او كوبري على عمل صناعي او على سكه حديد او على النيل او على تقاطع طريق رئيسي. والتكلفه كمان يعني احنا النهارده ال 22 محور دول داخلين في اكتر من حوالي 38 مليار جنيه، لكن بينقلوا المنطقه نقله تانية خالص من الناحيه الاقتصاديه بقى. بتفتح انا بسمي المحاور دي او احنا بنطلق عليها شرايين تنميه فعلا، طبعا لانها نفس للناس. تبدا تطلع من المكان اللي هو فيه ده، اروح بيبدا بيطلع في الشرق وبيطلع في الغرب وبيبدا ينمي بقى. هي خصوصا حضرتك ان انتوا دارسين حركه النقل، يعني حضرتك لما تقول محور يعني معناه انا جاي في حركه نقل جايه من المنطقه الصناعيه دي عشان تودي للمنطقه التجاريه او من الموانئ او للميناء ده. بالظبط بالظبط بالظبط. طيب بما اننا دخلنا في هذا الانفاق الكبير وهذا الاستثمار الكبير، بطبيعة الحال احنا خلاص اكتسبنا خبرة عظيمة مع التنفيذ ده كله، ولكن يتبقى موضوع المواد الخام المستخدمة. كان عندنا يعني النسبة الأعظم مستوردة فيما عدا بعض الحاجات اللي كانت بتوصلنا محليا. قدرنا نرفع استخداماتنا لي أو يعني استخدام لمواد محلية؟ احنا بنسبة عايز اقول ايه 100% دلوقتي تقريبا. خاماتنا محليه، الخامات محليه. كل حاجه بقت محليه. حتى كان في كنا بنجيب الارتكاز بتاع الكباري كنا بنستورده من بره، خلاص اتعملت مصانع في مصر و لقت السوق اشتغلت الارتكازي. خلاص خلاص بقى بتتصنع في مصر وبقت واعتمدت فعلا من الاستشاريين في مصر وخلاص وبقت بتتصنع. دي الحاجه الوحيده اللي كانت بتيجي. لكن كده صناعه الطرق في مصر والكباري صناعه مصريه 100% وبشركات مصريه. لان فعلا انا مش محتاج تكنولوجيا خارجيه. حضرتك بتشوف النهارده الكوبري بقى في 3 شهور 4 شهور. يعني عايز ارجع معلش للموضوع المحاور عشان في حاجه عدتني. محور كلبشه قعد بدا سنه 2008 عشان يخلص 10 سنين ولا 2008 2009. قعد 10 سنين عشان يخلص. ما هو ظروفه صعبه قوي. جاي اتعمل في وقت وحش. جه سنه 2019 كان خلصان منه 30%. اتضغط عليه وخلص. يعني هو بس يعني قبل كده كانت المواضيع دي بتاخد سنين وسنين طويله وما كانش حد بيعرف. هل كده التكنولوجيا اللي مختلفه ولا الخبره اللي مختلفه ولا الرغبه والاراده هي اللي مختلفه؟ الإرادة والإصرار على تنفيذ المشاريع والإصرار على ان انت تقفل المشروع. دي ده موضوع ودعم القيادة السياسية. موضوع ما فيهوش كلام. لان لو ما فيش دعم هي دي الإرادة. الإرادة دعم وإرادة برضه والناس تبقى عندها إصرار على التنفيذ. لانه ممكن بتقابلك صعوبات يقول لك احنا هنعمل ازاي؟ هنشيل البيوت دي ازاي؟ لا مش يا عم سيبك مش هيعملوا الكلام ده. لا في إرادة وتصميم على تنفيذ المشروع وان هو يكتمل على اكمل وجه ويطلع بهذا الشكل. لا ده تحدي كبير وخضناه ولحد كبير الحمد لله نجحنا فيه يعني. طيب حضرتك تاني عايز اعمل التوزيع كده. احنا عندنا الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه بتشتغل، عندنا هيئه الطرق والكباري في وزاره النقل بتشتغل، عندنا وزاره الاسكان بتشتغل، وعندنا المحليات بتشتغل. تبادل الخبره يعني النهارده انا اقدر كده بالنظر وانا معدي كده اقول ده كوبري، ده هيئه هندسيه، ده طرق وكباري، دول شكلهم الجماعه بتوع الاسكان هم اللي عاملين الكوبري ده، ولا حضرتك مش حاسس لحد كده؟ لحد كبير قريبين من بعض. هو مش هتلاقي حضرتك اختلاف. واحنا عشان تبقى حضرتك عارف برضو احنا منسقين مع بعض دايما. يعني احنا كجهات ما حدش بيشتغل لوحده، بالعكس يوميا في اجتماعات مشتركه ما بيننا وما بين الهيئه الهندسيه او ما بيننا وما بين وزاره الاسكان او
وعلى طول على تواصل معاهم, وحتى التصميمات ومراجعه التقاطعات يعني تبادلتوا الخبرات طبعاً. كلها موجوده اللي احنا موجودة على طول مع بعض على طول مع بعض, ما بنفصلش احنا على طول في تواصل مع كل الجهات دي مع بعض, وكلنا نعرف بعض, ويعني والتخطيط بنخططه مع بعض, والرؤيه بتتحط كلها مع بعض وبتتعرض على القيادات بتاعتنا كلها, يعني ما فيش حاجه حد بيعملها. طيب هذا العمل العظيم بدون صيانه شكرا بعد كام سنه؟ اكيد. ايه بقى الصيانه بنعمل فيها ايه؟ هو طبعا انا كهيئه طرق عندي خطه صيانه طبعا, بس اللي احنا توجهنا له دلوقتي في الصيانه ازاي نقدر نستفيد من او نستفيد من الخامات اللي موجوده بقدر الامكان. يعني ازاي بدانا ندخل تكنولوجيا جديده في الصيانه, بان احنا نعيد تدوير طبقات الرسم. كان الدارج قبل كده ان انا عشان ارفع طريق لما بيحصل له دامج, لما بيحصل له يعني انهيار اكشوت ارمي اعمل اكشوت او كسر اسفلت وهات طبقه اساس, دعم طبقه اساس, مش عارف ادي طبقتين اسفلت عشان ايه. يعني استخدمنا دلوقتي يعني تكنولوجيا حديثه بتتمثل في مكنه اسمها الاف دي ار فول ديبس ريكليمينيشن, بتفرم الاسفلت وطبقه الاساس اللي موجوده بشويه اضافات. الاضافات دي طبعا طبقا لتقارير معمليه, يعني بيتاخد عينات. هي دي المكنه مش كده؟ هي دي المكنه. بيتضاف لها اضافات طبقا برضو لتقرير معمل والاستشاري, بتستخدم بعد كده كطبقه اساس. لا هي دي بتعيد تدوير الاسفلت, لكن في واحده تانية بتعيد تدوير الاسفلت وطبقه الاساس. دي بتعيد تدوير الاسفلت اللي هي سي ار دي, بتاخد الطبقه, بتاخد طبقه من حوالي 7 سم وبتعيد تدويرهم تاني وتفرشهم وخلاص. يعني احنا لما بنعدي في شارع كده ونلاقي ان هم معمول كده متمشط زي ما يكون معمول, ده مقشور, ده قديم, ده قديم لكن ده كده حديث, ده بتاخد على طول الطبقه وبتعدي. لسه بنشوف طرق بيحصل فيها كده. ما هو لسه ما فيش مكان يغطي حجم العمل ده كله, ففي جزء طبعا هيتعمل كده وجزء تاني. الحقيقه احنا بنشجع كل الشركات انها تجيب المكان ده عشان هو ده فعلا المستقبل, هو ده المستقبل. قطاع خاص وقطاع والشركه القابضه برضه والشركه المصريه, بنشجع الناس كلها انها تتجه هذا الاتجاه. ده السؤال, يعني القطاع الخاص معاكم بيشتغل بنسبه قد ايه يعني, ولا القطاع الخاص كله شغال؟ كله شغال, كل القطاع الخاص شغال. كل شركات مصر, احنا الحمد لله بقينا في صناعه الطرق يعني متميزين جدا, ما عنديش شركات اجنبيه. كلها شركات مصريه بنسبه 100%, عامه وخاصه. عامه وخاصه, بالعكس هو شركات القطاع الخاص اكتر بكتير. وهتاخدهم وتطلع بيهم بره مصر انت بقى؟ والله احنا كنت قريب, انا كنت موجود في العراق عشان برضو كان في مذكره تفاهم, كان مع الفريق كامل, كان مضاها مع الجانب العراقي. ايوه. وعشان نفعل هذا الاتفاقيه يعني, وكان معايا مجموعه من الشركات, وان شاء الله قريب قوي هنطلع بره, لان هنبدأ في اعاده اعمار في بلاد شقيقه فيه. عندها في, وضروري يبقى لنا تواجد هنا. يعني متهيألي في خطه معموله لده, ضروري يبقى لنا تواجد طبعا في هذا الموضوع, ده ما فيش شك يعني. نيجي للموضوع بقى الكبير, الدائري. دائري, اخبار الدائري ايه بقى يا فندم؟ الدائري ده يعني هو اصعب طريق في مصر بصراحه. يعني هم 100 كيلو تقريبا, هو 106 بالظبط. 106 106 كيلو زي اصلا من القاهره للريست تقريبا. لكن مشاكله قد بقاهره الاسكندريه 10 مرات. طريق صعب جدا جدا. ليه بقى؟ جدا. ليه بقى؟ اقول لحضرتك ليه. اولا الطريق بيمر باكثر 3 محافظات كثافه سكانيه, القليوبيه والقاهره والجيزه. عليه حوالي 146 مخرج ومدخل. يعني بياخد ويدي على 146 رامب او مداخل ومخارج, منهم اللي معمول صح ومنهم اللي معمول بلدي, في كل حاجه. في حوالي 136 عمل صناعي. عمل صناعي كوبري ونفق. كوبري ونفق. العشوائيات اللي ضغطت عليه والعشوائيه برضو اللي هو يعني اللي هي كانت اللي موجوده حواليه عملت مشكله في تطويره. مبقاش في مساحه. مفيش مساحه تقدر احنا بنسلم على الناس في بيوتها كده بالظبط كده. المرافق اللي موجوده عليه
موضوع كبير جدا جدا جدا. هي مش مرافق بتاعته، هي مرافق بتاعت الدنيا كل حاجة. في كل أنواع المرافق، مية، كهرباء، صرف صحي، اتصالات، كل ما حاجة تتخيلها حضرتك، ضغط عالي، ضغط متوسط، كل حاجة. بس الحقيقة يعني عشان الواحد برضو يعني اللي يقول عليه، الأجهزة الدولة الحقيقة متعاونة معنا تماما في هذا الموضوع، وبيساعدونا كويس قوي، وشغالين معنا كويس برضو، ونقلوا فعلا المرافق بتاعتهم. لكن عشان نتعامل مع المرافق في طريق زي الدايري، كنا بنقعد نشوف أنه الأفضل، يعني نعمل، نقعد ندور على مكان الخازوق فين عشان نبعد عن ماسورة المية مثلا، نحركها شوية عشان ما نضطرش نحرك ماسورة المية. ده احنا بنعمل كده برضه في حياتنا، بنحاول نشوف الخازوق فين ونبعد عنه عشان خاطر ما تدقش فتضرب ماسورة. بالظبط كده. في ماسورة مية ضخمة جدا في المسافة اللي هي من المريوطية للمنيب، اللي هي الماسورة 1500 اللي بتغذي 6 اكتوبر دي. احنا عملنا كوبري جنب الطريق عشان مش قادرين ننقل الماسورة، لانك حتى عشان على ما تنقلها لو حتى عملت كده هتقطع المية عن الناس اسبوع. لا غير كده كمان، تكلفة نقل الماسورة اكتر من تكلفة الكوبري. ملهاش حل. هنعمل ايه؟ ملهاش حل. نيجي لموضوع الازالات، موضوع غصبا عننا. ما هو النهارده انت عارف حضرتك كانت الكثافه العربيات يوميا في القطاع اللي هو من عند الاوتوستراد لغايه المريوطيه بيوصل ل 213 الف عربيه في اليوم. انهي قطاع طريق ده اللي يستحمل؟ مفيش. كان لازم القرار يتاخد بالجرأه دي. 213 الف عربيه. القطاع الثاني اللي هو كان من طريق الاسماعيليه لغايه الزراعي 175 الف عربيه يوم. العرض الطريق ده ما يتحملوش. بس الناحيه الثانيه معقوله، مش مضغوطه قوي زي في جزء بقى من الزراعي لغايه كوبري المريوطيه. ده يمكن اقلهم كثافه شويه 125 الف عربيه. لكن الموضوع بيزيد. كان لازم يتاخد القرار ويتوسع ويبقى بالشكل اللي حضرتك شايفه ده دلوقتي. يمكن يعني شوف حضرتك الوسع يبقى عامل ازاي. بس هو زي ما حضرتك كده، بص المباني اللي حواليه بالظبط كده، حاجه ده لسه كمان هيتعمل طريق سطحي، عشان كده هيبقى فيه ازالات لسه ما خلصتش. هيتعمل طريق سطحي جنب الطريق ده، مش شايفين بيوت ساكنه وبيوت مش ساكنه لسه ناويه، وبيوت متشطبه وبيوت مش متشطبه، يعني في كل حاجه. في كل حاجه. كل هيبقى فيه طريق سطحي بقى، هيبقى محزم من الطريق الدايري خارج الحدود التوسعة دي عشان تخدم الكيانات السكانية اللي موجودة دي. طب حضرتك قلت المطالع والمنازل. الحقيقة جزء من مشكلة الطرق السريعة بتاعتنا زي الدايري اللي المفروض ان هو طريق سريع، هو الفجأة ان بيحصل بلوك بسبب ان في منزل هنا، والمنزل ده ما بين بقى اللي نازل وكثافة كبيرة نازلة او كثافة كبيرة طالعة، وما بين اللي راكن وما بين اللي بيركب وما بين اللي بيعمل، مع ان انتوا هتدخلوا حاجات زي اتوبيسات تردديه او حاجات زي كده. حل المشكله دي ازاي؟ هو حضرتك اولا المطالع والمنازل كلها من ضمن خطه التطوير، هي قعد تاهيلها كلها، وهتبقى بشكل هندسي محترم، تاخد المستخدم الطريق تنزله لغايه تحت او تطلعه بشكل يعني ايه محترم من غير ما يعطل على ما ينزل. ان هو لا. اول ما هو مطرح ما بيخرج تحت لو ما فيش منفذ. لا كل الكلام ده لا يعني احنا عاملين حسابنا ان احنا هنأهل حتى الطرق السطحيه اللي متقاطعه مع المنازل والمطالع بتاعتها. نيجي الموضوع بقى الميكروباصات والمواقف اللي فوق. مخطط ان ما يبقاش فيه مواقف فوق، ما يبقاش فيه المفروض ميكروباصات ان شاء الله على الدائري. في مشروع بيدرس حاليا او يعني بصدد التنفيذ ان شاء الله، ان يبقى في اتوبيس ترددي يلف الدايري كله. الاتوبيس اللي هو البي ار تي، بحيث ان يبقى المحطات الرئيسيه بتاعته عند التقاطعات الرئيسيه، واللي هيبقى مستخدم للدايري هيركب الاتوبيس الترددي وينزل ياخد المواصله بتاعته وهيتعمل له الكوبري بتاعه وهيطلع يعني من المحطه يعني بتاعته. يعني مفيش بقى ميكروباصات تطلع فوق ولا الكلام ده، كل الميكروباصات تبقى بتاخد الناس تحت. لا ده كان في توجيهات حتى ان المواقف فورا تتلغي من على الدايري، لان فعلا بتعمل مشكله. صحيح. بتوقف الدايري.
كل واحد بيجي يقف عشان يركب حد او ما فيش مشكله ناخد صف تاني وتالت وكده. لكن ان شاء الله باذن الله من ضمن خطه التطوير ان احنا ان الميكروباصات هل الدايره هيبقى من الطرق الذكيه؟ انضم لمجموعه الطرق الذكيه اللي جاري تنفيذها دلوقتي. هو في 6 طرق بدأنا ننفذهم، اولهم طريق شبرا بنا، وانضم لهم طريق الدايري هيتنفذ فيه النظام الاي تي اس. في الاي تي اس او الطرق الذكيه اهم الحاجات اللي هتميزه ايه؟ يعني غير الرادار ومراقبه السرعه ايه تاني؟ كل حاجه، الجو، في ضباب، في حادثه، في الطريق زحمه، يدي معلومات للمستخدم على طول اول باول. هو انا بعتبر الاي تي اس ممكن اطلق عليها موضوع انضباط مروري. بيحول الشارع لشارع منضبط، ما بيسمحش بالمخالفات، ما بيسمحش ان حد يعني يستخدم الطريق بشكل مش 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 لائق. يعني هو بيراقب الطريق وبيخليه منضبط، وبتاخد منه كل البيانات اللازمه، سواء بقى انا عايز اعمل حصر بقى لعربيات نقل، عربيات ملاكي، دي برضه. انت حضرتك بتاخد البيانات، انا كمستخدم باخد ايه؟ بتاخد حضرتك حاله الطريق كمستخدم، بتاخد حاله الطريق، احترس كذا، الطريق فيه مشكله، لا ما تاخدش الدايري دلوقتي، خد حاجه تانية. في مشكله في المسافه الفلانيه، الطريق البديل بتاعها كذا. اول باول بتنزل البيانات دي. هل ده يساعدنا ان احنا نعمل زي الناس بره، يجي يقول لك والله هنعمل حاره للعربيات اللي فيها 4 ركاب او 3 ركاب في اكتر؟ دي لسه دي تحت الدراسه، دي مش مؤكده ان احنا يعني. لكن الاي تي اس ممكن يساعد في المستقبل. الاي تي اس ممكن تعمل عليه كل التطبيقات اللي مطلوبه. ممكن بيقبل اي تطبيق ممكن تدخله. هيبقى عندنا على الدائري في البي ار تي، هل هيبقى في حاجات بقى تانية زي المونوريل او الحاجات دي كلها تبقى في الدائري، ولا مالهاش دعوه دي بالدائري؟ لا لا لا، المونوريل ده بقى مسار اخر، موضوع تاني مع بالظبط. طيب حضرتك متوقع ان الدائري مش هقول لك يخلص امتى، لانه زي ما حضرتك قلت هو مشروع كبير، لكن يعني يدينا الشكل العام ان يعني 80% منه مثلا خلص، ده يبقى على امتى؟ كل ما هو خلص مرافق ان شاء الله باذن الله مش هيعدي شهر 6 اللي جاي غير ما يكون خلصان. هيتبقى الاجزاء اللي فيها التعارضات مع المنشات اللي حاليا جاري يعني اخلاقها و طب الحتت اللي ما في يعني هيبقى على اخر السنه. الحتت اللي فيهاش تعارضات وعامله كده، دي عامله كده كده كده، ما ابقى دي يعني ما هنشيل الابقى دي امتى؟ لا هتتشال تتشال فوق. ده في موضوع يعني احنا اتكلمنا كنا على الكباري، بس في موضوع مهضوم حقه، وهو الكباري اللي بتعدي فوق الريحات وبتعدي فوق السكك الحديد، ما حدش بيتكلم عنها مع انها عامله عمل بطولي يعني متهيألي في مصر. فعلا هو بص حضرتك، احنا برضه ال6 سنين اللي فاتوا دول اتعمل طفره رهيبه في موضوع الكباري. في بقى كذا حاجه يعني، كان كباري عشان تحل تقاطعات وتحل مشاكل مروريه، في خطه طموحه جدا لكباري المزلقانات، نقضي على التكدس بتاع المزلقانات، وعشان برضو المزلقانات اللي كانت اكثر خطوره اللي بتحصل فيها حوادث. واخر موقف اللي هو بتاع الرياح البحيري لما حصلت المعديه اللي غرقت دي، وكان توجيهات سياده الرئيس ان احنا نستبدل الاماكن المعديات بكباري. كل حضرتك اللي انا قلته ده بيتم على الارض دلوقتي. يعني في الكباري بتاعت اللي بتحل التقاطع، يمكن احنا عندنا 1000 كوبري مخططين انهم يتنفذوا، واتنفذ منهم اكتر من 700 او 800 كوبري لغايه دلوقتي، وبننفذ في الباقي. الكباري اللي على المزلقانات احنا شغالين في حوالي 15 كوبري مزلقان، و19 التانيين بصدد ان احنا نبدا فيهم. كباري الرياح فعلا اول كوبريين نبدا فيهم بداناهم، اللي هو بنعملهم بديل للمعديات. الكباري طبعا ليها كذا ميزه. اولا بنتعامل مع كباري المزلقانات مش عشان نقفل المزلقان بس، احنا بنتعامل مع كباري المزلقانات بنحل بيها مشكله مروريه برضه، عشان الناس تعدي، عشان برضه نحل المشكلتين مع بعض كحل مروري ونعدي ونقفل المزلقان. بيفرق كتير قوي زمن الرحله. شوف حضرتك اللي كان بيقف على المزلقان بربع ساعه والتلت ساعه، خلاص بقى دقيقتين بيعدي كوبري. وقود ده اللي معدي بالعرض، وفي نفس الوقت القطر مش محتاج يهدي ولا بالزبط. محتاج انه يعمل بالظبط كده. حاله التقاطعات حضرتك شفت مجموعه الكباري الرهيبه اللي اتعملت نفذت في خلال الفتره اللي فاتت.
يعني دي عملت طفره كبيره قوي في زمن الرحله للمستخدمين بتوع الطرق كلهم. تمام. فرقت معاهم كتير كتير. ليه الناس عماله بتتكلم؟ طبعا احنا شعب ساخر، عمالين نتكلم على موضوع الكباري ده لانه انتشر في مصر. انا شخصيا شايف ان في حاجه عظيمه جدا بتحصل، بس الناس تطلع وتعمل نكت وتقول ايه والكلام ده كله، بتشوف ده ايجابي ولا بتشوفه سلبي؟ لا مفيش مشكلة، لا أنا مش يعني أنا ما بلتفتش قوي للنقد. بس هو مش لا يعني النقد لو نقد فعلا بناء لازم بنراعيه. طالما شافها كده الحمد لله، إن كان قبل كده لما الدولة بتعمل حاجة الناس ما بتشوفهاش، فدلوقتي لأنها بقت على عينك يا تاجر زي ما بيشوفوا الناس شايفاه، فيعني ده في حد ذاته. في حد قال لي مقولة ظريفة قوي، يعني بيقول لك زمان بيقولوا مش عارف الفلوس بتاع الدولة بتروح فين، دلوقتي بيقولوا ايه؟ الدولة بتجيب فلوس منين؟ صحيح. مش ده اللي بيحصل؟ صح صح. طب نقطة بقى يعني مهمة قوي واحنا بنتكلم على الطرق، هي نقطة الحوادث. لأن احنا كنا في مصر برضو ضاربين رقم قياسي في عدد الحوادث، في خطورة الحوادث، في الوفيات. مع إننا بنعمل طرق عريضة وحارات كتير، فطبعا ده فرص الحوادث فيها مع ان الناس ممكن تبقى اكثر تهورا، لكن احنا شايفين في تحسن في المعدلات، معدلات الحوادث، رغم ان الزيادة في عدد العربيات زاد قل بنسبة 44%. ودي احصائية موجودة موثقة. على مدار الخمس سنين اللي فاتوا فعلا كل ما بيتطور طريق كل ما نسبة الحوادث بتاعته بتقل بشكل ملحوظ، رغم ان الناس بتزداد تهورا وسرعه. بتزداد تهورا وبتزداد سرعه وعدد العربيات كمان وعدد الناس بيزيد، رغم كده قلت 44%. طيب ما هو قادم بقى مع تطبيق الاي تي اس زي ما بقول لحضرتك، ده كل واحد هيبقى انضباط مروري، كل واحد هيلم نفسه بقى بالظبط كده. السرعه 100 هتلاقي ماشي 100، لان الرساله هتجيله هو في لحظتها. انت عندك مخالفه بكذا. ده شفته انا شخصيا في طريق السويس، يعني طريق السويس بالزبط. اول ما اتعمل الناس كانت يعني ماشيه على 150 180، وكان بيحصل حوادث نتيجه السرعه دي مرعبه. بالظبط، لحد ما اتحطوا كاميرا دار. الناس ماشيه دلوقتي كل واحد عارف ان هو يجي هنا ومهدي، بيمشي مهدي وبيمشي على سرعه 100. صحيح، والفرق والله بيبقى بسيط. لا ما في الاخر خلاص الفرق دقيقتين في الموضوع طالما الطريق مفتوح بالظبط مش هيحصل ده. طب التعاون بينكم وبين المرور في ده على مدار الساعة في التصميم بقى نفسه، تمام، فبيتم ازاي؟ لا هو التعاون ما بيننا وما بين المرور بيبقى في, 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 في الغالب أثناء تنفيذ المشاريع. وبستطلع رأيه لو في مشكلة في مكان معين بشوف مشكلته ايه وبحلها هندسيا. انا اللي بشوف المشكله ايه وبترجمها هندسيا بقى. انا عندي اختناق هنا، عندي مشكله في الحته الفلانيه كذا. عندي هنا مشكله، عندي هنا مشكله. ده احنا انا متواصل معهم يوميا. بينا تواصل في هذا الموضوع. من الناحيه الهندسيه انا بشوف هو بيقول لي انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، في علامات ارشاديه ناقصه هنا، في حته هنا عندي فيها تكدس، في منطقه كذا، برايها طبعا وباخدها في اعتباري وببدأ اتعامل معاها. طب والنبي بقى العلامات الارشاديه، عندي تعليقين صغيرين. اتفضل. احيانا طبعا عشان كبار السن اللي زي حالاتي بيبقى الكتابه حجمها صغير، والحاجه الثانيه ان بتتحط اليافطه بتاعه المتجه مثلا الى 6 اكتوبر يمين، بتتحط عند اليمين ما بتتحطش بدري شويه. عايز تعزيز قبلها، يعني مش تعزيز، يعني هي من الاول محتاج بس يتقال لي قبلها ب 200 متر يمين. هو غالبا هو المفروض طبعا زي ما حضرتك بتقول بتقول صح، يعني بيبقى عند التقاطع وبيبقى قبليها حاجه اسمها يافطه تعزيزي، تعزيزي قبليها ب 200 متر او ده. بالعكس هي الكبيره اللي المفروض تبقى موجود يقول لك يمين 6 اكتوبر صح. على طول ايه يعني. بس احيانا كتير للاسف يعني الناس بتبقى يعني بتتاخد او بتتسرق او للاسف يعني ما كل ما كبروا اليافطه هيبقى صعب تتسرق. ما انا مش هقدر اعمل كله علوي بقى، في حاجات ارضي يعني ما هي الارض دي بتتسرق، خلينا في الكبير. بس هي محتاجه ان انا سمعت هذا التعليق كمان من ناس كتير انه بيقول لك بتفاجئ مره واحده بتفاجئ او ان الفونت صغير فما بقدرش اشوف بشكل كويس. يعني دراسه العلامات هو الفونت الفونت على فكره ده فونت طبقا لكود، ما بقدرش انا يعني بيتعمل وبيتعمل طبقا لكود.
وله علاقة بالسرعة. يعني أنا الفونت اللي بيتقري ده بيبقى له علاقة بسرعة الطريق اللي هي محددة. يعني أنت لو ما عرفتش تقراها تبقى أنت اللي ماشي بسرعة، ذنبك على جنبك المفروض. يعني أنا بتمنى لحضرتك طبعا ولفريق العمل ولمعالي الوزير كل التوفيق، لأن الحقيقة الدولة ككل شغالة في هذا الموضوع. الحقيقة ما نقدرش نقول وزارة النقل، ما نقدرش نقول الهيئة العامة للطرق والكباري، ما نقدرش نقول مصر كلها شغالة بتعمل حاجة عشان المصريين. وأنا يعني بوضب للقاء مع حضرتك حاولت ألاقي ثغرة أعمل فيها يعني حاجة كده ما لقيتش. أنا تحت أمرك طبعا. ربنا يخليك. متشكرين. شكرا جزيلا. أنا متشكر لحضرتك طبعا تشريفك لينا، وسعداء دايما بالحديث عن النجاحات اللي بتحصل في مصر. شكرا جزيلا. خالص الشكر لسيادة اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. الحقيقة أنا فخور باللي بيحصل في مصر في هذا القطاع، في قطاع النقل ككل اللي بيحصل فيه، واللي على أيدينا وباين قدامنا هنا في الطرق والكباري. خلينا مرة نبقى سعداء وفخورين باللي بيحصل في بلدنا، ونبقى حتى لما نحب نعمل نكت ندور على حاجة تانية نعمل عليها النكت مش الموضوع ده. ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، السبت القادم إن شاء الله نتقابل مع حضراتكم على خير. يا رب الأيام اللي جاية تبقى كلها أيام خير ويسر وحب عليكم جميعا. تصبحوا على ألف خير.